بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وحقيقة هذا القول هو قول الدهرية الطبيعية الذين ينكرون أن يكون للعالم مبدع أبدعه وهو واجب الوجود بنفسه، بل يقولون العالم نفسه واجب الوجود بنفسه. فحقيقة قول هؤلاء شر من قول الدهرية الإلهيين، وقد يعود عند التحقيق إلى قول الدهرية الطبيعيين. وقد حدثونا أن ابن عربي تنازع وهو والشيخ أبو حفص السهروردي. السهروردي هل يمكن كل وقت تجلي الحق لعبد مخاطبته له أم لا؟ هل يمكن كل وقت تجلي الحق لعبد مخاطبته له أو لا؟ هل يمكن وقت تجلي الحق لعبد مخاطبة له أم لا؟ اللي عندنا زاد كل. قال في نسخة كل في ميم لا بأس كله، لكن في آخر العبارة عندك إيش؟ هل يمكن كله؟ إيه. هل يمكن تجلي الحق لعبد مخاطبته له أم لا؟ طيب يقول في طا مخاطبة. طيب لا ماشي. نعم الله. فقال الشيخ أبو حفص السهروردي: نعم يمكن ذلك. فقال ابن عربي: لا يمكن ذلك، وأظن الكلام كان في غيبة كل منهما عن صاحبه. فقيل لابن عربي: إن السهروردي يقول كذا وكذا. فقال: مسكين، نحن تكلمنا في مشاهدة الذات وهو يتكلم في مشاهدة الصفات. وكان كثير من أهل التصوف والسلوك والطالبين لطريق التحقيق والعرفان، مع أنهم يظنون أنهم متابعون للرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم منفون للبدع. وأنهم متقون. إيه عندي في نسخة ثانية متقون. هذا هو الصواب، متقون. نعم الله. وأنهم متقون للبدع المخالفة له. المخالفة له، يقولون هذا الكلام ويعظمونه ويعظمون ابن عربي لقوله مثل هذا، ولا يعلمون أن هذا الكلام بناه على أصل الفاسد في الإلحاد الذي يجمع بين التعطيل والاتحاد. فإن حقيقة الرب عنده وجود مجرد لا اسم له ولا صفة، ولا يمكن أن ترى ذاته لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا له كلام قام به ولا علم ولا غير ذلك، ولكن يرى ظاهرا في المخلوقات. ولكن يرى والله أعلم يعني الرب يعني الخالق. نعم والله أعلم. ولكن يرى ظاهرا في المخلوقات متجليا في المصنوعات، فهو عنده عين وجود الموجودات وشبهه تارة بظهور الكل في جزئياته كظهور الجنس في أنواعه، والنوع في الخاصية كما تظهر الحيوانية في كل حال. وهو عنده عين عندك عين عين هذا هو الصوت. النسخة الثانية غيره. وهو عنده عين. النسخة اللي معك غير. نعم. إيه لها عندنا. وهو عنده عين. نعم. وهو عنده عين وجود الموجودات. طيب هذا الصوت. نعم. الله. وشبهه تارة. إيه. وشبه غطاء وشبه النسخة الأخرى وشبه وتارة والواو كما ترى مفحمة. وشبهه تارة. نعم. الله أعلم.
وشبهه تارة بظهور الكلي في جزئياته كظهور الجنس في أنواعه، والنوع في الخاصية كما تظهر الحيوان. النوع في أشخاصه يعني الصعب تارة بظهوره الكلي في جزئياته كظهور الجنس في أنواعه، والنوع في أشخاصه. إيه نعم جل هذا هذا المرة النصف الثاني الخاصة. إيه لا في أشخاص إذا كان يكون إيش والنوع كيف الأول النسخة اللي عندك صعبة وفي هذا ما أخطأ، يعني مراد النوع في أشخاصه الكلي في جزئياته والنوع في أشخاصه. أفل الله عنكم. والنوع في أشخاصه كما تظهر الحيوانية في كل حيوان والإنسانية في كل إنسان. هذا اللي ذكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المؤلف رحمه الله تكلم في كلام يعني بيان مذهب الإلحاد والزندقة، كلام يوجع الرأس ويتألم منه الإنسان. فالمؤلف تكلم عن مذهب ابن عربي، وأن ابن عربي وهو رئيس وحدة الوجود والعياذ بالله يسمونه محيي الدين وهو مميت الدين، نسأل الله السلامة والعافية، الذي لا يثبت وجودا لله إلا وجودا في الذهن، وهذا هو الوجود المطلق. ويقول وجود الله وجود مطلق ساري في الكائنات، يعني ما هو في خالق ومخلوق، الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق نعوذ بالله. يقول وجود الخالق أين هو؟ وجود الخالق في الذهن، لكن أين هو في الخارج؟ يقول ساري في كل مخلوق، مثل الشمس اللي تسري مثل الشمس، نور الشمس الذي يسري في الوجود الآن، فكذلك الرب يقولون أنه ساري في كل مخلوق، كل مخلوق ساري في بدنه في الدم الذي يجري فيه مثلا، ولا أما هو فهو في الذهن، في الذهن لكن يسري في كل الموجودات. معناه يقول أنت خالق وأنت مخلوق وأنت الرب وأنت العبد نعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا يعني هذا الكلام والعياذ بالله، هذا يعني كلام كفري، يعني أعظم هذا أعظم الكفر وأعظم الحد وأعظم الذنب. ولهذا قال قوله والعلم بالله عندهم هو أنه الوجود المطلق الساري في الكائنات، فوجود كل موجود هو عين وجود واجبه، وجود كل موجود هو عين وجود الله، هذا معناه وجود كل موجود من المخلوقات هو وجود الله لأنه ساري فيه نعوذ بالله. يقول المؤلف رحمه الله وحقيقة هذا القول هو قول الدهرية الطبيعية الذين ينكرون أن يكون العالم مبدع به، حقيقة هذا القول إنكار وجود الله، وهو قول الدهرية الطبيعية الذين يقولون إن طبائع الأشياء هي التي وجدت نفسها، طبائع الأشياء الطبيعيين الذين يقولون الطبيعة هي الخالق، والطبيعة هي ذات الأشياء يفسرونها أحيانا بذات الأشياء وأحيانا يفسرونها بخصائص الأشياء. فالأرض طبيعة الأرض خلقة الأرض، طبيعة السماء خلقة السماء، طبيعة البحر خلقة البحر، هذا قول الدهرية الطبيعية الذين يقولون لا رب ولا معاد، بطون تدفع بالولادة وارض تبلع بالموت، لا رب ولا معاد. وقال الله عنه وما يهلكنا إلا الدهر مرور الأيام. فحقيقة يقول المؤلف رحمه الله حقيقة قول الدهري قول ابن عربي رئيس وحدة الوجود الذي لم يثبت وجود الله إلا في الذهن وقال إنه الساري في الكائنات، يقول هذا هو قول الدهري الطبيعي الذين يقولون إن الخلق هو الطبيعة والطبيعة هي ذات الأشياء، وأحيانا يفسرون الطبيعة بخصائص الأشياء كالبرودة والحرارة والرطوبة واليبوسة والملاسة والخشونة والمتقابلات كالنمو والاغتذاء والتزاوج والتوالد، يقول هذه هي الطبيعة، والطبيعة إما ذات الأشياء وإما خصائص الأشياء. فقول ابن عربي يلتقي مع قول الدهرية، كل منهم ينكر وجود الله نعوذ بالله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله حقيقة هذا القول اللي هو قول ابن عربي رئيس وحدة الوجود المنكر لوجود الله ولم يكن له إلا وجوده في الذهن، ويقول أنه الساري في كل مخلوق وأن وجود كل موجود هو عين وجود الخالق، يقول هذا حقيقة هذا القول هو قول الدهرية الطبيعية الذين ينكرون أن يكون العالم مبدع ومبدع، هذا مذهب الدهرية، ينكرون أن يكون العالم خالق مبدع الخالق، قالوا العالم ليس له خالق خلقه، ينكرون أن يكون العالم مبدع أبدعه واجب الوجود بنفسه، بل يقولون العالم نفسه واجب الوجود بنفسه، هو العالم نفسه واجب الوجود بنفسه، يعني الدهرية الطبيعية يقول هذا العالم نفسه هو الخالق نفسه، هو واجب الوجود بنفسه ليس له أول
ليس له أول بل هو الذي هو واجب الوجود بنفسه، ليس له بوجود الأوجدة وليس له خالق الخلقة، فهذا العالم نفسه هو واجب الوجود بنفسه. يعني لم يجعلوا هناك وجودين، وجود واجب وهو وجود الخالق ووجود ممكن ووجود المخلوق كما يقول الفلاسفة، وإن كان يقول هذا في الذهن، بل قالوا إن العالم نفسه هو واجب الوجود بنفسه. يقول المؤلف رحمه الله: حقيقة قول هؤلاء شر من قول الدهرية الإلهيين. الدهرية الإلهيين الذين يثبتون إلها بخلاف الدهرية الطبيعيين. الطبيعيين يقولون إن الطبيعة هي التي أوجدت الأشياء، أما الدهرية الإلهيين أحسن حالا منهم، ولهذا وإن كانوا كلهم دهرية إلا أن الدهرية الطبيعيين شر من الدهرية الإلهيين. يقول: وهو يعود إلى عند التحقيق إلى قول الدهرية الطبيعيين. يقول: قد حدثونا أن ابن عربي تنازع هو الشيخ أبو حفص السهروردي، ابن عربي في الدين الذي يقول إن الوجود واحد، هو رئيس وحدة الوجود، ابن عربي رئيس وحدة الوجود، يعني يقول الوجود واحد ما في وجودين، الوجود واحد، ما تراه هو الخالق وهو المخلوق، ما في خالق، ما في خالق ومخلوق. هذا ابن عربي، قل هو الشيخ أبو حفص، سمى الشيخ ليس المراد الشيخ العالم إلا من جهة أنه عالم من علماء الضلال والانحراف، أو الشيخ يعني سمى بالشيخ لكبر سنه، أو أن الشيخ شيخ الضلال، الشيخ قد يكون شيخ ضلال وقد يكون شيخ هدى. فقال الشيخ أبو حفص السهروردي، السهروردي صوفي له طريقة، طريقة السهروردية، طريقة من طرق الصوفية الكفرية، تنازعوا في أي شيء، هل يمكن وقت تجلى الحق لعبد مخاطبة أم لا؟ إذا تجلى الحق فهو الله لعبد، هل يمكن أن يكون مخاطبة أو لا يكون مخاطبة؟ تجلي، وما معنى تجلي؟ يقول إن العبد إن الله يتجلى، يتجلى يقول هو ما ترى، يتجلى الله له تجليات، الله له تجليات، تتجلى في صورة هادي كما يتجلى في صورة الأنبياء، ويتجلى في صورة معبود كما يتجلى في صورة العبد، ويتجلى في صورة إله كما يتجلى في صورة فرعون، وهو واحد. هل في وقت التجلي هل يكون هناك مخاطرة ولا يكون ما يكون مخاطرة؟ إذا تجلى الرب يعني ظهر الرب له تجليات، يعني ما ظهر، يظهر بصورة كذا ويظهر بصورة كذا ويظهر بصورة كذا ويظهر بصورة كذا. في وقت التجلي هل يكون هناك مخاطرة أو لا يكون مخاطرة؟ فقال أبو حفص السهروردي: يمكن، يمكن أن يكون هناك مخاطرة. وقال ابن عربي: لا يمكن ذلك. والشيخ الإسلام رحمه الله يقول: أظن الكلام كان في غيبة كل منهما عن صاحبه، يعني يعني لم يتلاقى حينما يقول هذا الكلام. السهروردي يقول: يمكن التجلي. وابن عربي يقول: لا يمكن، لكن في غيبة كل واحد منهما عن الآخر. فلما قيل لابن عربي إن السهروردي يقول إنه يمكن التجلي، فقال: مسكين، مسكين العرب، مسكين السهروردي، نحن تكلمنا في مشاهدة الذات وهو يتكلم في مشاهدة الصفات، فرق بيننا وبينه، نحن نتكلم في مشاهدة الذات وهو يتكلم في مشاهدة الصفات. يقول المؤلف رحمه الله: وكان كثير من أهل التصوف والسلوك والطالبين لطريق التحقيق والعرفان، أهل التصوف والسلوك هم الصوفية، يسمون أهل السلوك ويسمون الفقراء وسمون أهل التحقيق، سمون أهل التحقيق وهم أهل التخريف والشعوذة. يا هذه أسماء لها. يقول: كثير من أهل التصوف والسلوك الطالبين لطريق التحقيق والمعرفة، مع أنهم يظنون أنهم متبعون الرسل وأنهم متقون للبدع المخالفة له، يقولون هذا الكلام ويعظمونه ويعظمون ابن عربي. يعني كثير من أهل الصوفية يزعمون أنهم يتبعون الرسل ويزعمون أنهم يتقون البدع المخالفة، يقول مثل هذا، يقول إن الرب يتجلى في صورة كذا ويتجلى في صورة كذا ويتجلى في صورة كذا ويمكن المخاطبة، مع أنهم يزعمون أنهم يتبعون الرسل، أين اتباع الرسل؟ وهم يقول الكفر الصراحي.
يقولون هذا الكلام ويعظمونه ويعظم ابن عربي رئيس وحدة الوجود. هناك من يعظم العربي يقول هناك من يعظمه ويقول انه المحقق والعارف ويعظمونه ويجعله مجدد ويطبعون كتبه ويكفر رأي الحال. يعظمونه ويعظمه ويعظم ابن عربي لقوله مثل هذا, يعظمونه من اجل مقالته. ولا يقول المؤلف رحمه الله ولا يعلمون ان هذا الكلام بناه على اصل الفاسد في الالحاد الذي يجمع بين التعطيل والاتحاد, يجمع بين تعطيل الرب والاتحاد يقول بوحدة الوجود وأن الوجود واحد والخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق. قال المؤلف رحمه الله فإن حقيقة الرب عنده عند ابن عربي وجود مجرد لا اسم له ولا صفة. هذا حقيقة الرب عنده وجود, وجود في الذهن مجرد عن أي شيء, مجرد عن الاسم والصفات. وكل قاعدة كل شيء يجرد عن جميع الاسم والصفات لا وجود له إلا في الذهن. ما يمكن أن يوجد أي شيء إلا بأسماء والصفات. الشيء الذي تجرده عن الأسماء والصفات لا وجود له. حتى الجماد له أسماء والصفات, له طول له عرض له عمق. فإذا قلت هناك جماد هناك باب ليس له طول ولا عرض ولا عمق ولا ملمس ولا خشونة ولا ليونة وليس فوق السماء ولا تحت السماء ولا فوق السماء, تنفي جميع الصفات. مش يكون عدم لا وجود له في الذهن. هذا هؤلاء يصفون معبودهم بهذا, معبودهم عدم إلا فالله فوق ما يتصور سبحانه ولا مما يتوهمون. لكن معبود هؤلاء الملاحدة يعبدون عجما. ولهذا قال العلماء المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما والموحد يعبد إلها واحدا فرد الصمد. فحقيقة الرب عند ابن عربي يقول المؤلف وجود مجرد لا اسم له ولا صفة, ولا يمكن أن يرى في الدنيا ولا في الآخرة لأنه معدوم, ولا له كلام قائم به ولا علم ولا غير ذلك, ولكن يرى ظاهرا في المخلوقات متجليا في المصنوعات, يرى ظاهرا في المتجلي في المصنوعات المصنوعات في المخلوقات, يرى ظاهرا في كل شخص, كل شخص تراه يقول هو الله متجلى فيه سار فيه مثل ما يسري الدم في العروق مثل ما يسري النور في الأشياء في الأشياء الثقيلة. يعني معناه كان خالق هذا المعنى. ولكن يرى ظاهرا في المخلوقات متجليا في المصنوعات وهو عنده عين وجود الموجودات, عين وجود الموجودات. يعني كل موجود هو كل ما تراه هو عين وجود الله, فهو عين الخالق وعين المخلوق وعين الرب وعين المربوب وعين الذابح وعين المذبوح وعين الآكل وعين المأكول. حتى قالوا في والعياذ بالله في كل مكان فيها جواف الطيور وفي بطون السباع وفي كل شيء حتى الأماكن القذرة القذرة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا الرب عند ابن عربي واشبه. قال المؤلف وهو عنده عين وجود الموجودات, بعض النسخ غير الصواب عين كما في النسخة, وهو عين وجود الموجودات. وشبهه تارة يشبه الرب, وشبهه تارة بظهوره الكلي في جزئياته كظهور الجنس في النوع والنوع في أشخاصه, تارة بظهوره الكلي في جزئياته الكلي مثل الحيوانية والإنسانية. الحيوانية أين تكون الحيوانية؟ في الذهن. متى توجد؟ توجد في إيش؟ في الأجزاء في الأشخاص, مثل الأسد والنمل والفهد والبقر والإبل. هذه جزئيات, هذه جزئيات, جزئيات الحيوانية أفراد الحيوانية. يقول الرب مثل الحيوانية في الذهن لا يوجد إلا في الأشخاص في الذوات, ومثل النوع في أشخاصه. في عندنا الجنس له أنواع, مثل البر له أنواع كذا وكذا وكذا, والتمر أنواع كذا وكذا, والنوع له أشخاص يعني أفراد. في النوع مثلا نوع الحيوان, الحيوان إذا قلنا نوع من المخلوقات يبقى أشخاصه. ما هي أشخاصه؟ مثلا البعير شخص, والبقر شخص, والأسد شخص, والنمر شخص. فلا وجود له إلا في أشخاصه في الأفراد. أما النوع فهو في الذهن مثل الحيوانية, الحيوانية في الذهن. لكن ما هي أفرادها؟ الإبل والبقر وغيرها. الإنسانية نوع, ما هي أفرادها؟ الإنسانية في الذهن. أفرادها محمد وبكر وعمر وخالد, هذه أفرادها, ولا الإنسانية في الذهن. كذلك الرب في الذهن لا وجود له إلا في المخلوقات في الأفراد نعوذ بالله. هذا معنى وشبه تارة بظهوره كله في جزئياته كظهور الجنس في أنواعه والنوع في أشخاصه, كما تظهر الحيوانية في كل حيوان والإنسانية في كل إنسان كما ذكرنا. نعم.
وهذا بناه على غلط أسلافه المنطقيين اليونانيين، حيث ظنوا أن الموجودات العينية تقارنها جواهر عقلية بحسب ما يحمل عليها من الكليات، فيظنون أن في الإنسان المعين إنسانا عقليا وحيوانا عقليا وناطقا عقليا وحساسا عقليا وجسما عقليا، وذلك هو الماهية التي يعرف لها الوجود، وتلك الماهية مشتركة وتلك الماهية مشتركة بين جميع المعينات. وهذا الكلام له روعة عند من لم يفهمه ويتدبره، فإذا فهم حقيقته تبين له أنه بكلام المجانين أشبه منه بكلام العقلاء، وإنما ذلك لمخالفته. نعم، هذا النسخة الثانية. هي الصور، وإنما ذلك يعني مراجعة تعليق، إنما هذا الكلام لأجل كذا. نعم. وإنما ذلك لمخالفته للحس والعقل، وإنما أتي فيه هؤلاء من حيث إنهم تصوروا في أنفسهم معاني كلية مطلقة، فظنوا أنها موجودة في الخارج، فضلالهم في هذا عكس ضلالهم في أمر الأنبياء، فإن الأنبياء شاهدت أمورا خارجة عن أنفسهم، فزعم هؤلاء الملاحدة أن تلك كانت في أنفسهم. نعم، المؤلف رحمه الله يقول هذا الكلام الذي قاله ابن عربي بناه على غلط أسلافه المنطقيين اليونانيين، لأنه يوناني، لأن على طريقة اليونانيين، على طريقة نص اليوناني، حيث ظنوا أن الفلاسفة اليونانيون هم الفلاسفة ثم المشاؤون، وهم متأخرون، وهم الملاحدة. أما فلاسفة الرومان وفلاسفة الفرس وغيرها ما أعرف عنهم إلا يعني القول بالإلحاد، إنما هم في الجملة يعظمون الشرائع والإلهيات، ويقولون أن كلامنا في الطبيعيات والرياضيات ولا تتكلم في الشرائع. فلما جاء أرسطو اليوناني الذي تزعم فرقة المشائين خالف الشيخ أفلاطون، وزعم أن العالم قديم ليس له أول ولا بداية، وأن بدايته والمحرك له هو الله وهو جزء من العالم، وابتدع هذا القول. فلهذا بنى ابن عربي بنى هذا الكلام على غلط أسلاف المنطقيين اليونانيين، حيث ظنوا، يقول، أن الموجودات العينية يقارنها جواهر عقلية بحسب ما تحمل لها من الكليات. الكليات هي الأمور تكون في الذهن، فيظنون أن في الإنسان المعين إنسانا عقليا وحيوانا عقليا وناطقا عقليا وحساسا عقليا وجسما عقليا، يظنون أن في الإنسان هكذا، وذلك هو الماهية التي يعرف لها كل موجود. الماهية كلمة منطقية يعبر بها عن أصل الشيء وناس الشيء، وتلك الماهية مشتركة بين جميع المعينات، كل معين له ماهية، لا ماهية وحقيقة. يقول المؤلف: وهذا كلام له وقع عند من لم يفهمه ويتدبره، فإذا فهم حقيقته تبين أنه بكلام المجانين أشبه من كلام العقلاء. صدق رحمه الله، هذا كلام مجانين، أو كلام مجانين فقد عقولهم والعياذ بالله. وإنما ذلك، لماذا كلام المجانين؟ قال: لمخالفة الحس والعقل. وهم كذا ابن عربي الآن يقول: ما تفهم مذهب وحدة الوجود حتى تلغي الحس وتلغي العقل وتلغي الشرع، يلغي الشرع حتى يكون بالله، ويلغي الحس والعقل حتى يكون مجنون. فيفهم كلامه، ما يفهم كلام المجانين إلا مجنون أعوذ بالله. يقول المؤلف رحمه الله: وإنما أتي فيه هؤلاء من حيث أنهم تصوروا في أنفسهم معاني كلية مطلقة. الكلية المطلقة هي الأمور الذهنية مثل الحيوانية والإنسانية، ومثل يتصور ذات ليس لها اسم ولا صفة، كل هذه في الذهن،
الأمور كلية، الأمور كلية المطلقة، والأمور كلية هنا تكون في الذهن في الحيوانية والإنسانية. ظنوا أن هذه الكلية المطلقة لها وجود في الخارج، ما وجود لها في الخارج. الكلية المطلقة لا وجود لها في الخارج إلا بأجزائها مثل الإنسانية، ما في شيء في الوجود اسمه الإنسانية، لكن الإنسانية توجد في أفرادها محمد وبكر وعمر وخالد. الحيوانية كلية، كلية مطلقة لا وجود لها إلا في الخارج أفرادها، لا وجود لها في الخارج إلا في أفرادها. ما هي أفراد الحيوانية؟ الأسد والنمر والفهد والبقر والغنم، هذه أفرادها. وهؤلاء ظنوا تصوروا في أنفسهم معاني كلية، ظنوا أن المعاني كلية موجودة في الخارج. يقول المعلق: فضلالهم في هذا عكس ضلالهم في أمر الأنبياء. هؤلاء الملاحدة وهؤلاء الفلاسفة والصوفية لهم ضلال في الله عز وجل، عكس ضلالهم في أمر الأنبياء، لأنهم في ضلالهم في الله عز وجل ظنوا أن هناك كلية موجودة في الخارج. وأما في الأنبياء ظنوا أن الأنبياء شاهدت أمورا خارجة عن أنفسهم، فزعم هؤلاء الملاحدة أن تلك كانت في أنفسهم. قالوا: الأنبياء شاهدوا أمورا في أنفسهم، وأما الرب فإنهم ظنوا أنها موجودة، أن هناك معاني كلية موجودة في الخارج، ولهذا صار ضلالهم في الرب عكس ضلالهم في أمر الأنبياء، نسأل الله العافية. نعم. وهؤلاء الملاحدة شهدوا في أنفسهم أمورا كلية مطلقة، فظنوا أنها في الخارج وليست إلا في أنفسهم، فجعلوا ما في أنفسهم في الخارج وليس فيه، وجعلوا ما أخبرت به الأنبياء عليهم السلام في أنفسهم، وإنما هو في الخارج، فلهذا كانوا مكذبين بالغيب الذي أخبرت به الأنبياء عليهم السلام، مدعين أن ما يبصرونه في خيالهم هو من جنس الغيب. هو من جنس؟ نعم. هذه زائدة، جملة زائدة. مدعين إيش؟ مدعين، يقول في نسخة الأصل من غير. لا اقرأ لعندك. مدعين. مدعين أن ما يبصرونه في خيالهم هو من جنس الغيب الذي أخبرت به الأنبياء عليهم السلام. نعم. ثم جعلوا وجود الرب الخالق للعالمين الباين عن مخلوقاته أجمعين هو من جنس وجود الإنسانية في الأناسي والحيوانية في الحيوان أو ما أشبه ذلك، كوجود المائدة في الصورة أو الصورة في المائدة. الكلام هو الساقط. نعم. أو كوجود الوجود في الثبوت عند من يقول المعدوم شيء، فإنهم أرادوا أن يجعلوه شيئا موجودا في المخلوقات مع مغايرته لها، فضربوا له مثلا تارة بالكليات وتارة بالمادة أو الصورة وتارة بالوجود المغاير للثبوت، وإذا مثلوه بالمحسوسات مثلوه بالشعاب الزجاج أو بالهواء بالصوفة، فضربوا لرب العالمين الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، وهم في هذه الأمثال ضالون من وجوه. نعم. هذه حقيقتهم كما ذكر المؤلف رحمه الله، أن هؤلاء الملاحدة شهدوا في أنفسهم أمورا كلية مطلقة فظنوا أنها في الخارج وليست إلا في أنفسهم. الأمور الكلية ظنوا أنها في الخارج، الأمور الكلية مثل الحيوان والإنسانية هذه في الخارج، هذه أمور يقدرها الذهن وهي في النفس، يقدرها الإنسان في نفسه، فظنوا أنها في الخارج وأن لها وجود في الخارج، والكليات ليس لها وجود في الخارج. الكليات المطلقة هذه أمور ذهنية مثل ما سبق، مثل الإنسانية ومثل مسمى الإنسانية، مسمى الحيوانية، مسمى الوجود، مسمى العلم، مسمى القدرة، مسمى السمع، مسمى البصر، هذه كلها أمور في الذهن ليس لها وجود في الخارج لا في أفرادها. مسمى الإنسانية أفراد، مسمى الحيوانية أفراد، مسمى العلم الأشخاص الذين يعلمون، مسمى القدرة وهكذا.
فهؤلاء الملاحدة شهدوا في أنفسهم أمورا كلية مطلقة وظنوا أنها موجودة في الخارج وليس في الله في أنفسهم، فجعلوا ما في أنفسهم في الخارج وليس فيه. ثم الأنبياء أيضا عكسه، جعلوا ما أخبرت به الأنبياء في أنفسهم، جعلوا ما أخبرت به الأنبياء في أنفسهم، والأنبياء بزعمهم هو الذي يتخيل، يتخيل في نفسه أنه الملائكة أنها أشباح وأشكال نورانية، وقد يقرأ التخيل فيخاطبه فيسمع أصوات تخاطبه. فجعلوا ما أخبرت به الأنبياء في أنفسهم في أنفسهم وإنما هو في الخارج. يقول المؤلف فلهذا كانوا مكذبين بالغيب، هم عكسوا، ظنوا في بالنسبة للرب ظنوا الكلية المطلقة، ظنوا أنها في الخارج وليست إلا في أنفسهم. وأما في الأنبياء فعكسوا، فجعلوا ما أخبرت به الأنبياء في أنفسهم وإنما هو في الخارج. قال المؤلف رحمه فلهذا كانوا مكذبين بالغيب الذي أخبرت به الأنبياء. ثم جعلوا وجود الرب الخالق للعالمين البائن عن مخلوقاته أجمعين هو من جنس وجود الإنسانية في الأناس. الإنسانية سبق أنها أمر كل في الذهن، في الأناس يعني في الأفراد، فجعلوا الرب حاكم، الرب في الذهن لا يظهر إلا في أفراده نعوذ بالله، والحيوانية في الحيوان وما أشبه ذلك، كوجود الوجود في الثبوت عندما يقول معدوم الشيء، الذي يقول معدوم الشيء يعني شيء في إيش؟ شيء المعدوم ليس شيئا في الوجود ولكنه شيء في الذهن، المعدوم شيء لكن شيء في الذهن لا في الخارج. فهكذا جعلوا الرب شيء في الذهن لا في الخارج كوجود موجود في الثبوت، ومثل ما ذكر المادة ووجود الماء والصورة. نعم عندك المثل مثال إيش كوجود الوجود، نعم أو ما أشبه ذلك كوجود المائدة في الصورة، وجود إيش المائدة الصورة في المائدة، وجود الصورة في إيش كوجود المائدة في الصورة أو الصورة في المائدة، لكن لا أقرب وجود الماء الصورة في الماء والماء في الصورة، وجود الصورة مثل صورة القمر في الماء، هل لها وجود؟ القمر الآن شوف تراه في الماء، ما الذي تراه الآن؟ صورة، لكن هل له وجود في الماء؟ ما لا، إنما وجود فقط صورة فقط لا حقيقة. فوجود الماء في الصورة ووجود الصورة في الماء ووجود الوجود في الثبوت عندما يقول معدوم شيء، فيقول معدوم شيء، المعدوم هل هو شيء؟ إذا قلت إذا رأيت الخالق ليس بشيء، وإذا رأيت الدين فهو شيء، فالمعدوم شيء في الذهن وليس شيء في الخالق. والصورة صورة القمر في الماء شيء في الصورة وليس شيئا ثابتا، إذا لم تلمس الصورة صورة القمر ما تجد شيئا وإنما صورة فقط. فهكذا والعياذ بالله جعلوا الرب هكذا، نسأل الله السلامة والعافية. يقول المؤلف رحمه الله فإنهم أرادوا أن يجعلوه شيئا موجودا في المخلوقات مع مغايرته لها، فضربوا له مثلا تارة بالكليات وتارة بالمادة وتارة بالصورة وتارة بالوجود المغاير للثبوت، هذا إذا مثلوه بالمعدومات. وإذا أرادوا أن يمثلوه بالمحسوسات مثلوه بشعاع، بشعاع الشمس، بشعاع في الزجاج، شعاع الشمس إذا سطع في الزجاج ماذا يكون؟ أو بالهواء في الصوفة، إذا جعل إذا مثلوه بالمعدومات مثلوه مثلا بالصورة في الماء والماء في الصورة والوجود المعين وجود المعدوم في الذهن، وإذا مثلوه بالمحسوسات مثلوه بالشعاع، شعاع الشمس الزجاج أو بالهواء في الصوفة. قال المؤلف فضربوا لرب العالمين الأمثال فظلوا فلا يستطيعون صلى الله عليه وسلم. سبين المؤلف رحمه الله غلطهم من وجوه متعددة. نعم وهم في هذه الأمثال ضالون من وجوه أحدها أن ما مثلوا به من المادة مع الصورة والكليات مع الجزئيات والوجود مع الثبوت كل ذلك يرجع عند التحقيق إلى شيء واحد لا شيئين، فجعلوا الواحد اثنين كما جعلوا الاثنين واحدا في مثل صفات الله، يجعلون العلم هو العالم والعلم هو الماء. يجعلون العلم هو العالم الشخص العالم. يجعلون العلم هو العالم والعلم هو المعلوم والعلم هو القدرة والعلم هو الإرادة، وأنواع هذه الأمور التي إذا تدبرها العاقل تبين له أن هؤلاء من أجهل الناس بأمور الإلهية،
وأعظم الناس قولا للباطل مع ما في نفوسهم ونفوس أتباعهم من الدعاوي الهائلة الطويلة العريضة، كما يدعي إخوانهم القرامطة الباطنية أنهم أئمة معصومون مثل الأنبياء، وهم من أجهل الناس وأضلهم وأكثرهم. نعم، هذا الوجه الأول من وجوه ضلال هؤلاء الملاحدة من الصوفية والفلاسفة. الوجه الأول يقول أن ما مثلوا به من المادة مع الصورة والكليات مع الجزئيات والوجود مع الثبوت، كل ذلك يرجع عند التحقيق إلى شيء واحد الاثنين، لأن الكليات التي في الذهن لا تظهر إلا في أفرادها، فهي شيء واحد لأن الكليات في الذهن، والجزئيات في الخارج، واللي في الذهن لا حقيقة له، فكله يرجع إلى عند التحقيق إلى شيء واحد الاثنين، فجعلوا الواحد اثنين كما جعلوا الاثنين واحدا في موضع آخر في مثل صفات الله، يجعل العلم هو العالم والقدرة هي القادر والسمع هو السامع، يجعل الصفة هي الموصوف، فجعلوا الاثنين واحد مع أن الصفة غير الموصوف، كما أنهم يجعلون الصفة هي الأخرى، يجعلون الإرادة هي القدرة، الإرادة والقدرة هي شيء واحد، ما أنهم شيئان، العلم هو القدرة والعلم هو الإرادة والعلم هو المعلوم، العلم شيء والمعلوم شيء، ففي الأول جعلوا الاثنين واحدا، وهنا جعلوا الاثنين واحدا، جعلوا الأول جعلوا الواحد اثنين، وفي هذا جعلوا الاثنين واحدا. وقال المؤلف: وأنواع هذه الأمور التي إذا تدبر العاقل تبين له أن هؤلاء من أجهل الناس بالأمور الإلهية، وأعظم الناس قولا للباطل، ما في أنفسهم ونفوس أتباعهم من الدعاوي الهائلة الطويلة العارضة، كما يدعي إخوانهم القرامطة الباطنية، قرامطة الباطنية ملاحدة هؤلاء الذين ينكرون الرب والمعاد وينكرون الشرائع، يدعون أنهم أئمة معصومون مثل الأنبياء، وهم من أجهل الناس وأضلهم وأكثرهم. هؤلاء الملاحدة الذين يبطنون الكفر ويبطنون الإسلام، يقولون الصلاة الشريعة لها ظاهر ولها باطن، فظاهرها الصلاة لها ظاهر، ما هي الصلاة التي يصليها المسلمون، والباطن أسماء خمسة يحفظونها: علي وفاطمة وحسن وحسين ومحسن، هذا الصلاة، والصيام له باطن وله ظاهر، فظاهره صيام المسلمين وباطنه كتمان سر المشايخ، والحج له ظاهر وله باطن، الحج عند المسلمين ظاهره عند ما يعتقده المسلمون من حج إلى بيت الله الحرام، وظاهره السفر إلى شيوخه، وهكذا هؤلاء القرامة الباطنية ملاحدة. نعم. الثاني أنهم على كل تقدير من هذه التقديرات يجعلون وجوده مشروطا بوجود غيره الذي ليس هو مبتدعا له. مبتدئا أو مبدعا؟ النسخة الثانية. مبتدئا أو مبدعا معنى واحد، هو المبدع. نعم. الذي ليس هو مبتدعا له، فإن وجود الكليات في الخارج مشروط بالجزئيات، فوجود المادة مشروط بالصورة وكذلك بالعكس، فوجود العيان مشروط بثبوتها المستقر بالعدم، فيلزمهم على كل تقدير أن يكون واجب الوجود مشروطا بما ليس من مبتدعاته. وما كان وجوده موقوفا على غيره الذي هو ليس مصنوعا له لم يكن واجب الوجود بنفسه، وهذا بين. هذا الوجه الثاني من وجوه ضلالهم، أنهم أنكروا أن يكون الرب واجب الوجود بنفسه، الله تعالى هو واجب الوجود بنفسه بخلاف المخلوق، فإن واجب الوجود فإنه موجود بغيره، لولا إيجاد الله له لما وجد المخلوق، أما الله فلا يحتاج إلى أحد، ليس له أصل ولا فرع، ليس له ولد ولا والد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو الأحد سبحانه وتعالى، الصمد القائم بنفسه المقيم لغيره الذي تصمد إذا خلت في حوائجها. جعلوا الرب الذي هو واجب الوجود بنفسه، جعلوه مصنع، جعلوا وجوده مشروطا بغيره، نعوذ بالله، فيجعلون وجوده مشروطا بغيره الذي ليس هو مبدعا له، لأنهم جعلوه بمثابة الكليات والجزئيات. هذا وجه كونهم جعلوه مشروطا بغيره، أو جعلوا وجوده
واجبا بغيره انهم جعلوا الرب مثل الكليات والجزئيات, والكليات بالخارج مشروطه بالجزئيات, ما يمكن تدرك الكليه الا بالجزئيات, ومثلك جعلوا الماده مشروطه بالصوره, فالماده لا وجود لها الا بالصوره, والصوره لا وجود لها الا بالماده, الماده الذهب مثل هذا, هذه ماده لا بد لها من الصوره طول وعرض, والصوره ما يمكن الا تكون في ماده, واذا صارت في الذهن, فالصوره مشروطه بالماده, والماده مشروطه بالصوره, والكليه مشروطه بالجزئيات, والجزئيه مشروطه بالكليات, وكذلك الثبوت الوجود في الاعيان مشروط بثبوته المستقر في العدم, فيلزمهم على كل تقدير ان يكون وجود الرب مشروطا بغيره, فلم يجعلوا الرب واجب الوجود بذاته بنفسه, وهذا غايه الكفر والالحاد, تجاوزوا كفر كفار قريش نعوذ بالله واليهود والنصارى. الثالث أن هذا الكلام يعود عند التحقيق إلى أن يكون وجود الخالق عين وجود المخلوقات, وهم يصرحون بذلك لكن يدعون المغايرة بين الوجود والثبوت, أو بين الوجود والماهية, أو بين الكلي والجزئي, وهو المغايرة, وبين المطلق والمعين, وهو مغايرة بين بدون وقت تحدث الواقع. نعم, وهو مغايرة بين المطلق والمعين, هذا الصوت وهو مغايرة, يقول وهو آخر جملة. نعم, وليست موجودة. نعم, إلى خطأ, وهو صار حد في الواقع. نعم, الله أعلم, وهو المغايرة بين المطلق والمعين. نعم, استقامت العبارة. نعم, وهو المغايرة بين المطلق والمعين, فلهذا كانوا يقولون بالحلول تارة بالحلول تارة يجعلون الخالق حالا في المخلوقات, وتارة محلا لها, وإذا حقق الأمر عليهم بعدم المغايرة كان حقيقة قولهم أن الخالق هو نفس المخلوق ونفس المخلوقات كذا. نعم, فلا خالق ولا مخلوق, وإنما العالم العالم. نعم, وإنما العالم واجب العالم وإنما العالم وإنما العالم واجب الوجود بنفسه. نعوذ بالله. نعم, هذا نهاية الضلال والكفر والحزن. هذا الثالث من ضلالهم أنهم جعلوا الرب هو عين المخلوقات, هذا خلاص صورة, هذا جعلوا الرب هو عين المخلوقات, جعلوا الخالق هو عين المخلوق والمخلوق عين الخالق, ما في وجودين, فيقول كل ما تراه هو الخالق, لكن هذه مظاهر تتجلى الحق, التعدد يقول واحد, كما يقول ابن عربي رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك, والعبد فقط والكثرة واحد, ولذلك هم يقولون إن الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق, يقول وهم مصرحون بذلك لكن يدعون المغايرة بين الوجود والثبوت, أو بين الوجود والماهية, أو بين الكل والجزء, وفي الحقيقة أنه ليس هناك مغايرة, لأن الكلي لا يظهر إلا في الجزء, الكليات ليس له إلا في الجزء, فهي شيء واحد, ويدعوا المغايرة كما يدعون المغايرة بين المطلق والمعين, المطلق ما كان في الذهن, والمعين الشخص المعين, فلهذا كانوا يقولون بالحلول تارة, بالحلول تارة يجعلون الخالق حالا في المخلوقات, وتارة يجعلون المخلوقات محلا للخالق, وإذا حققت الأمر يقول المؤلف كانت النتيجة أنهم أن يقول الخالق هو نفس المخلوقات, فلا خالق ولا مخلوق, وإنما العالم ما تراه هو واجب الوجود بنفسه, يعني ليس له خالق خلقه أو وجده, بل هو واجب الوجود بنفسه, ليس له أول ولا بداية, نعوذ بالله. نعم. الرابع أنهم يقرون بما يزعمونه من التوحيد عند التعدد في صفاته الواجبة وأسمائه وقيام الحوادث به وعن كونه جسما أو جوهرا, ثم هم عند التحقيق يجعلونه عين الأجسام المتخيلة الكائنة الفاسدة المتقذرة, ويصفونه بكل نقص كما صرحوا بذلك, وقالوا ألا ترى الحق يظهر بصفات, وقالوا ألا ترى الحق يظهر بصفات المحدثات, وأخبر بذلك عن نفسه وبصفات النقص وبصفات الذم,
وقالوا العلي لذاته هو الذي يكون له الكمال الذي يستغرق به جميع الأمور الوجودية والنسب العدمية، سواء كانت محمودة عرفا وعقلا وشرعا أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعا، وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة، فهو متصف عندهم بكل صفة مذمومة كما هو متصف بكل صفة محمودة. وقد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع، فإن أمرهم أعظم من أن يبسط هنا. نعم، مالك رحمه الله يبين أن هؤلاء الملاحدة والعياذ بالله يقررون أن الرب هو الخالق وهو المخلوق، أن الرب الخالق هو المخلوق وأنه ليس هناك وجودين، ولذلك يقولون إنهم يقرون بما يزعمونه من التوحيد، ويزعمون هذا التحقيق يسمونه هذا التوحيد. ولذلك عندهم يقولون من قال إن هناك وجودين خالق ومخلوق يقول مشرك والعياذ بالله، والموحد هو الذي يقول الوجود واحد. فالذي وإذا قيل لهم بعضهم أن تقول إذا قيل لهم هذا حلولية قالوا لا، أنت محجوب عن سر المذهب. اللي يقول بالحلولية يقول بالتثنية، يقول اثنان حل أحدهما في الآخر كالماء حل في الفوز، أما نحن فلا اثنينية ولا تعدد، الوجود واحد. ويسمون هذا التحقيق والتعريف، يسمون التحقيق والتوحيد، يسمون أنفسهم محققين. ولهذا يقول كل صفة في هذا الوجود صفة لله سواء قبيحة أو حسنة، وكل كلام تسمع في هذا الوجود هو كلام الله، يشوى الكلام الطيب والشعر والهزل والغناء وكل شيء، والكلام السيء كما قال ابن عربي وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ورضاه، كل كلام تسمعه كلام الله سواء كنثرا أو شعرا، لأن كل ما تراه هو الله وكل ما تسمعه هو كلام الله، وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ورضاه. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله إنه يزعمون أنهم يقررون بما يزعمون التوحيد عن التعدد في الصفات الواجبة وأسماء وقيام الحوادث به وعن كونه جسما أو جوهرا، ثم هم عند التحقيق يجعلونها عين الأجسام الكائنة الفاسدة المستقذرة ويصفونه بكل نقص كما صرحوا بذلك. فقالوا ألا ترى الحق يظهر بصفات المحدثات يعني المخلوقات، وأخبر بذلك عن نفسه وبصفات النقص وبصفات الذنب. وقالوا العلي لذاته هو الذي يكون له الكمال الذي يستغرق به جميع الأمور الوجودية والنسب العدمية أيضا، يعني هو يشمل العدم المعدومات والموجودات، سواء كانت محمودة عرفا وعقلا وشرعا أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعا. كل الصفات المحمودة والمذمومة هي صفاته، لأنه هو ما ترى كل شيء، ولذلك الذي مسمى الله خاصة هو متصف عندهم بكل صفة مذمومة كما هو متصف بكل صفة محمودة. بين المؤلف حرانا بسط الكلام، بسط في مجموعة الفتاوي مجلد كامل على الاتحادية مجلد الثاني صلى الله عليه وسلم وعافية. نعم، ولكن المقصود التنبيه على تشابه رؤوس الضلال، حتى إذا فهم المؤمن قول أحدهم أعانه على فهم قول الآخر واحترز منهم وبين ضلالهم لكثرة ما أوقعوا في الوجود من الضلالات. فابن عربي بزعمه إنما تجلى الذات عنده هو شهود وجود مطلق، هو وجود الموجودات مجردا مطلقا لا اسم له ولا نعت، ومعلوم أن من تصور هذا هو وجود الموجودات مجردا مطلقا لا اسم له ولا نعت، ومعلوم أن من تصور هذا لا يمكن أن يحصل له عن انقطاع. فلهذا عند تجلي الذات لا انقطاع، وأما عقل المرض سهر ربي فكان على السنة وعقد على السنة من هذا وغير منه، وقد رأى من جاء إلا أن الله فآمن ذلك أن من عرفه بل تقدر به أشهر من هذا بسنته، ولهذا كان ما عرفون من العرب عليه. أنا العرب على السلف وهو العرب على مالكية.
المالكية سقط المذهب صح التفسير أما على أن العرب يدعى العرب لا يدعى العرب نعم الطاووسي انه قال بحر من عرب بحر لا تستطيع الاستيلاء
لكن نور المتابعة النبوية على الشيخ شاب الشهراوي عليه الغالب إلا أن الشهراوي عليه نور النبوة المتابعة. فقلت له هذا كما يقال هلال ملك الكفار ملك العرب، لكن نور الإسلام على شهاب غازي صاحب ميافا فارتين. يقول فإن هو معظم العرب، لماذا؟ وذلك لأن الشيخ الشافعي لم يكن أحد عن توسع المعرفة السنة، وإن كان يعني عنده نوع من المتابعة لكن لم يكن السنة وتبعتها وتحكم مجال الرسل كما تتلقى العرب متوكل، لكن والعياذ بالله منحرف ومخوف في طريقة تركها، فإنه جمع بين التيسر والتصوف، فكان أنا أكثر ما كان أشد فضلالة من الشهر ورعي. هذا بقرة قرة بينهم وقرة من الله. Yeah.
فهو في فيه راحة النفس بعد ذكر الكلام الإلحاد والفلسفة، هذا فيه راحة النفس وفيه بيان الحق. يقول هؤلاء الملاحدة من الصوفية والفلاسفة إنما يقطع ذلك المبايع على الخلق، هذا يقول إن الخالق لا يجوز كل ما يخالف، وهم ما يقولون بها، يقولون الخالق هو المخلوق الحالق، الخالق هو المخلوق الحالق، فيقطع ذلك يعني يذكر مذهبهم وكفرهم وإلحادهم على المبايع على الخالق. نحن نقول الخالق مبايع مبايع لله وإكراه وإكراه، فالرب سبحانه وتعالى هو الخالق واجب الوجود لله وفوق العرش وله الأسماء والصفات والخلق، والمخلوق هي العرش والسلطان، تقصد المخلوقات هو العرش، فالعرش والمخلوق هو والرب مبايع. هؤلاء يهمنا قدرهم ويذكروا كفرهم وضلالهم على المبايع، اثبات المبايع على الخلق واثبات التعجيز منفصلا عن المخلوق، ترفع اليه الدعاء، رفع اليه الدعاء على الخلق والمخلوق الذي يرفع اليه يديه، اذا في مبايع على الخلق واثبات التعجيز منفصلا عن المخلوق، ترفع اليه الدعاء واليه كان العمل عرج إليه، إلى الرب فوق عرج ورسول عرج من الأرض، على كل يقع على قانون مذهب قالوا من الأرض. قالوا قد جاء السهواني في عقيدته المشهورة قوله إلى عشرة وعشرين، قلوا إن استمرت وجود في عشرة وعشرين هذا معنى كافي، الشيء الذي لا يعيش ولا يكافح إلا وجود، ولهذا قال المؤلف عليه هذه هي التي استطال به عليها فإن قتل في عشرة وعشرين شيء لا يشعر ولا يعلم يوجد، والتعوذ لك ينكرون ان يكون ربك مخلوقا لا تعين فكر معين تعلم المحمود محمود فوق المخلوقات، هذا نفسه فكر المحمود في الجهه هو اعظم اين هو في جميع الجهات، وهذا كله ضلال. ولهذا قال رحمه الله اذا نزلت الاشاره لنقل الوجه والتعطيل والابتلاء والوحده والتوحيد، وابن سبعين وامثالها من الاخلاق الا يقول ابن سبعين وكذا كذا صارت كلها العرب كلها لا يعرفون، وابن سبعين وامثالها لا يعرفون يقولون لها يقول لا اشاره ولا شيء ان يكونوا بلا صار، بل عين ما صار ذات لا صار وذات لا صار عين ما ترى هي ذات الله، عين ما ترى هو ذات الله ترى هو خلق الله، والذات الذي لا ترى هو خلق هو عين ترى هذا الحب، ويقول في الثاني ليس إلا الله ليس إلا الله، بدأ يقول لا إله إلا الله المسلمون لا إله إلا الله، إنما هو الحمد لله هم يقولون ليس إلا الله إنما يشهد الله ثم يشهد الله، ولهذا يقول الكلب هو يقول هذا الكلب مسكونة الكلب مسكونة لا إله إلا الله، وأذكر وأذكر الصوفية الذي هم فوق هؤلاء الله 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 الله، وأذكر السجود هو يقول المسلمون لا إله إلا الله، وأما أهل الحقيقة أهل الشريعة يقول مثلا أهل الشريعة وأهل الحقيقة أهل الشريعة أذكار الله عليه الصلاة والصيام والزكاة والحج وأذكار، أما أهل الحقيقة رفعوا عن هذه الشريعة وانتقلوا عنها من كلمة وجعلوا الصلاة والصلاة لله وألغوا صفاتهم فرفعوا لا طاعة لهم، أهل الشريعة لا طاعة لهم، أهل الحقيقة ما عندهم طاعة، وأذكرهم أحسن الله 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 الله
وأما الوحي الموجود يسمون أهل الحديث ما عنده أعطاه بل عنده كل الوحي ويحتاج ذكر الله يكفيها هو حجنا وليس في بعض البلدان في عشرة الصوفية وهو هو وحنا كثيرا ويقول انهم يستدلون على بعضهم ولا يستدلون في القران هم القران يقول كل شيء الاول والاخر لكن القران يقول كل شيء قالوا قران كل شيء الاول والاخر لانه وصف بارك ويقول ان المؤذن اذا اذن كتب والكلب اذا ذبح والحمار يعتذر لماذا؟ لان المؤذن المؤذن حينما يؤذن يذكر شويه في الخال اثنين خال واما الحمار قال فانه يمشي والعياذ بالله يمشي حتى يتعود الى او ما ومع ذلك يستشعر بعضهم في الحمار قالوا الدليل على انكار السوفية وما يعلم وما قدر الله قدره قال الله ربنا الشيخ قال الاسلام بالجاه ليس نورا وهدى الناس تجعلون افراد الدنيا والاخره خيرا وهدى والاراد قل الله بهذا قل الله ودليل السوفية هو ما يعلم التاويل هو الا الله وما يعلم التاويل هو قال الشيخ الاسلام قلت له لو كان كما قلتم لفصلت لها وكتب وما يعلم التاويل هو لكن انا ما اعلم تاويله مع انه لا يدري بالقران لكن مع ذلك هذا من الشيخ المؤلف رحمه الله يقول يقولون في اركان ليس الا الله لانهم لا يعلمون لا يعلمون بالقران يقول لان معتقدها ان وجود كل موجود فلا معبود الا الله والمسلمون يعلمون ان الله خالق كل شيء وربه ومليك ونعرفه المخلوقات ولا جهل منها ولا قدره لها بل هو ما يعلمها ويقولون انه هو الاله يعني المعبود الذي يستحق العباده دون نفسه ومعبوده فلا اله الا الله لا معبود بحقه كما قال تعالى فلا تهل مع الله عليه الناقه فكلهم معجبا وكما قال قل غير الله تدعون الا هو ايها الجاهلون وقال قل غير الله تدعون الا هو ايها الجاهلون هل تقرا وهؤلاء الملائكة ما عندهم غير منه أن يعبد ولا غير منه أن يسأل ولا إله بل هو العابد ما عندهم غير الشيء واحد ما عندهم غير منه أن يعبد ولا عندهم غير ولا عندهم غير المخلوق الذي تراه في كل وقت لا يسأل ولا إله بل عندهم هو العابد المخلوق هو العابد وهو المصلي وهو كما قال الشيخ ابن صار في السلوك يقول لها صلوات في المقام المتين واشهد فيها انها لا شك لها صلوات انا اصلي لها لا شك لان خلق انا اصلي لها لا شك لها صلوات واشهد انها لا شك ثم قال كلانا مخلفا واحد تاج الكلى حقيقه في الجبل كل واحد يصلي كل واحد يصلي الى ان وما كان صلى في الوحي ولم تكن صلاة في أداب ما صلى لغيره ولا صلى لغيره وما كان يصلى لواحد ما صلى إلا عليه ولم تكن صلاة في كل ركعة لغيره ثم قال إني رسول كنت مني مرسلا وذاتي بآيات عليه يقول هو الرسول وذاتي استدلت عليه بآيات ذاتي هو الدليل وهي المؤلف وكذلك وما جئت بي على اي ايه ولا فرق بل ذاك هي ما انا هي وهي وهي انا ولا فرق لها ذاك لذاك يقول بعض هؤلاء الجهميه كل الصوفيه الان عاد الى استطراد قال ان الجهميه لا يقولون مجرد المعنى والتصحيح يصل في النهايه الجميع يقول الإيمان مجرد معنى في القلب بدون حركة في القلب بدون محبة بدون عمل قلب بعمل جوارح يصلون إلى قلب يصلون إلى هذا الحال ولهذا يقول هؤلاء الجهمية ومتكلم الصحيح في قوله من الإيمان وجرد المعرفة يقولون المعرفة المعروف هو الموجود الموصوف بالسلف على المعروف العلم هو المعرفة والمعروف هو الموجود هو الموصوف بالسلف كقوله لا هذا لا هذا لأن الرمز اللي ندخل على بعض الشيء العالم تقطع أفضل يقول العالم الرب هذا في العالم والخالق إذا نشوف بعض ولا غير له ولا غير ليس مفصلا ولا غير المباين هو المخير المدافع لا داخل العالم ولا خارج العالم
مضايق له ولا مضايق لا مفصول عنه ولا ذلك. ثم يعودون فيجعلون محلة أو محلة أو هو عين أو عين مهور كلية فهو في نظر رزق بالشعير استعراض رزق والطراب والسجيد ثم رزق بالشعير لأن هذا السلاح علوم الله الذين يجعلون كمال كان في العلم وكان عندهم وشخص يقول عندهم نظر الوجود والوعد ويجعل الواجب الوجود هو الله وجود وخلقه بخلق الاسلام فقد نقل فقد ذكره من نفسه لكن الفلسفه يغير العبارات الاسلاميه القرانيه عن الحدث التسليمي والجزائر يعني يغيرون العبارات الاسلاميه ويعرضون لها عن الحدث التسليمي والجزائر والمؤلفون وقال تبين هذا شخص المواضع في مجموع الفتاوى ودرء الشعراء وفي منهاج هذا وغيره وصلى الله عليه وسلم ونسال الله ان يثبتنا على هذا الشيء وان لا يزيد قوه الله تعالى.